كبيرة كاج جدودان وفي واحد ستة تقريبا تنمو في شي 11 متر ولا شي مسائل على شي 4 هكا في العرض. المهم هذه هي النمرة ديالو، هذا راه قص تجاري يعني محل يعني بلا ساروت ولا شي حاجة يعني تتبع كومبلي. السلام عليكم، هاد السيدة من مدينة الرشيدية كتبيع التكاشط طالبة في كل وحدة 8400 درهم، وراه كتعامل في أمانة، ولا بغيتي تلاطاكم في الكار تلاطاكم في الكار. المهم اللي مهتم بالأمر وعجباتو شي تكشيطة من هادو يتصل على هاد يتصل عليها على هاد الرقم هذا الموجود على الشاشة. راه كتعامل مع أمانة، تلاطاكم في أمانة وتا في الكار. البيسات باقي نقيين كما كتشوفوا، راه مطيحة فيهم تقريبا النص ديالهم، نص سنة مطيحة فيهم. السلام عليكم، كاين واحد جوج سبادريات للبيع، ماركة زوينة وباقي نقيين كما كتشوفوا، الحالة ديالهم جيدة. واحدة من نوع ده سكاربا والثانية من نوع ده الرايبوك، والثمن ديال كل وحدة هو 200 درهم. اللي ما تم بالأمر يتصل على هذا الرقم لأن يخليكم في الشاشة. هذا الماريو فيه جوج بيبان ديال التعلاق، كنبيعو ب2000 درهم. فيه التعلاق التعلاق وفيه هكا طبقة من تحت، في هاد الباب هادي وفيه داك الباب الاخرى اللي مشدودة منه. الثمن هو 2000 درهم، واللي بغاه يتصل على الرقم التالي. هادي واحد السيارة للبيع من نوع فورد، باقية نقية كما كتشوفو على عينيكم، فيها دو بورت، الثمن ديالها طابين فيها 3 ديال المليون، واللي مهتم بالأمر يتصل عليهم بهذا الرقم هذا اللي نخليكم على الشاشة. 06 26 28 43 01. هاد الراديو ديال الطوموبيل دي في دي، وفيه حتى التلفازه كتخرج، يعني التلفازه فيه وبالتيلي كوموند، راه خدام مزيان. الثمن ديالو كان 5000 درهم باش كنا خديناه، ودابا اللي كيهمو الامر 2500 درهم. فيه التلفازه يعني كتفرج في التلفازه، فيه دي في دي بالتلفازه، كلشي بالتلفازه ديال الطوموبيل، بوست ديال التليف ديال الطوموبيل، دي في دي ديال الطوموبيل. اللي كيهمو الامر يتصل على الرقم التالي. شكرا. السلام عليكم خويا ريان، هذا داك الفناير اللي تيكون في الباب ديال لي ريزيدون ولا في ديك الجهه ديالو كيجيو الفيلات، راهما ديال الحال كاين واحد ثلاثة ديال بس منهم، واللي بغاو هادي راه شي حاجه اصيليه يعني. اللي يخليكم في على الشاشه قديمه، الثمن ديالهم يتقوى التقدم ديالهم 100 درهم، ولا هادي ديهم 3 بهم غادي يصوب معكم في الثمن. هادي راه نحاس اللي ما تم الامر راه يطلب الرقم ديالو الذي نخليه على الشاشه. كاينين ثلاثه ديال الحبات منهم.